والله وسهلا. الله جل وعلا أودع فيه أودع فينا من الطاقات والقدرات الشيء الهائل والضخم العظيم جدا. أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيء، وجعل لنا السمع والأبصار والأفئدة. مشكلة بعض الناس ليس انعدام الطاقات والقدرات، وإنما مشكلته أنه أسير الماضي ومتخوف من المستقبل. الإنجاز لا يحتاج إلى جبان، وإنما يحتاج إلى رجل شجاع. لو كان الإيمان في الثريا لنا له رجال من فارس، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. سبحان الله العظيم، بعض الناس عنده من الكنوز التي في داخل جسمه الشيء الهائل، لكنه قد دفنها وأصبحت مقتولة ومنحورة من الوريد إلى الوريد. ليش؟ لأنه أصبح أسير الماضي أو متخوف من المستقبل. الإنجاز يحتاج إلى رجل ينزل ويفكر في مستقبله بفأل. النبي يقول لا تقل إني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. الأيام التي خلت لا تستطيع أن تعيدها، فلا تنشغل بها. الله ما زلت أفكر بالصحابة الله يرضى عنهم، بعضهم أسلم وهو كبير، مع ذلك أصبح رقما كبيرا في تاريخ الأمة وسطي رسمه في سماء مجدها. والله يا إخواني أنك تقرأ أيامه وليالي فيصب الدم من عينك بدل من الدمع. هذا رجل غير مجرى التاريخ وهو أسلم متأخر جدا وكبير في عمره، وما زال أهل السير والأخبار يدونون أيامه وليالي بمداد العزة والقوة. ما الذي جعله بهذه الأسطورة التاريخية إلا ما وقر في قلبه من إيمان وفأل وحسن بالله حتى وصل إلى أعلى درجات المجد. أبو حنيفة الله يرحمه كان عنده تلميذ ينسب إليه، إذا قيل أبو حنيفة وصاحبي فهو محمد بن الحسن وأبو يوسف. أبو يوسف هذا كان في حلقة أبي حنيفة من هو أذكى منه، لكن كان عنده فأل وإنجاز. فلما بلغ من العلم ما بلغ، قال له أبو حنيفة كلمة عليها ثياب الربيع، قال أنت بليد أخرجتك المواظبة. الطنطاوي له كلمة يصب عسلها، ما يعني كلامه قد تكون أصفار فيضاف إليها واحد فتصبح مليار.